يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بمشاهدينا الحلوين. والفقره اللي بعض مستنيها كده فقره ثقافيه خفيفه، وإناس ثروت منوراها، منورة بنورك الشارع، والله، منورة كل بنورك والعالمين وكله بنورك بقى. بنورك والله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كتابنا ايه النهارده؟ أحوال شخصية جدا للكاتبة منى المتيم. أحوال شخصية جدا بتتكلم أو كاتبة قوانين حياتية كتيرة جدا جدا عن كل تفاصيل الحياة المهنية، العاطفية، الاجتماعية، الأسرية، كل الجوانب الحياة هي لماها في قوانين كتير. أهمهم إن إحنا دايما نفكر نفسنا ونفكر كل الناس إنه أي قانون أنت بتحطه لنفسك أو أي قانون أنت بتمشي عليه مهم جدا إنه يعلمك الالتزام، يعلمك المسؤولية، وأي قانون أنت بتلتزم إنك تمشي عليه بيديلك جزء من إنك تتوقع النتيجة. فقبل ما نقرأ القوانين كل واحد يقدر يحط القانون اللي يريحه لحياته حسب إمكانياته، حسب السكيلز بتاعته وطبعه وسمات الحياة عموما. يعني القانون اللي الشريف حاطه في حياته ممكن يكون مش مناسب لإيناس، ده اللي أقصده. بس نبدأ أهم حاجة إن القانون اللي الشريف حاطه نفسه ما يأذيش اللي حواليه. صحيح، هو أنا حاطط قوانيني براحتي، الحاجة اللي أنا شايفها مظبوطة ليا أنا بتناسبني أنا همشي عليها. صحيح. مش عاجبه الناس ماليش دعوه بالناس. ما افرضهاش عليهم. يا فندم ما افرضهاش عليهم خالص. بس اوحش حاجه ان انا احط قوانين او اعيش على القوانين اللي الناس حطوها لي امشي عليها، لا. غير بقى القوانين اللي هي بتكون ساريه على كل الناس زي قوانين المرور، زي الحاجات. صحيح. دي حاجه تانية، بس احنا بنتكلم على الحاجات الشخصيه بتاعتنا. أيوه. اللي هي حياتنا. ولازم نبقى عارفين برضو القوانين وجودها مهمة قوي 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 قوي، سواء زي ما انت قلت قوانين عامة ماشية على كل الدول وعلى كل الشعوب، وقوانين خاصة لها علاقة بشؤوننا احنا الخاصة. ده صحيح. شيء مهم قوي. نبدأ بأول قانون، قانون التانجو. قانون دي رقصة دي بالظبط. بتقول الكاتبة ان في رقصة التانجو كل طرف محتاج انه يكون واضح مع الطرف التاني عشان يعرف الخطوات بتاعته. لا ايه ما هيوقعه. برافو عليك، انت خدت الجملة التانية. لما بيكون أي علاقة فيها طرفين خطوات الطرف الأول مش واضحة للطرف التاني، غصب عنه الطرف التاني بيقع. يعني لو احنا دخلنا أي ريليشن شيب أو أي مسمى علاقة، أصدقاء، زمايل، أو شركة، أو اتنين هيحبوا بعض ويرتبطوا، والطرف الأول ما أعلنش عن خطواته وفهم اللي قدامه احنا رايحين فين، لازم الطرف التاني للأسف هيتكعبل وهيقع لأن الخطوات مش واضحة. فبتقول جملة مهمة، أو بتقول الحب اللي بيكون على خطوات التانجو حب مش سوي، خطواته متعثرة. لما بيكون طرف مش محدد موقفه اتجاه الطرف التاني، أو يقول كلام غير محدد أو واضح إنه مش شايف مستقبلهم عاملين إزاي مع بعض، الخطط المستقبلية على أرض الواقع إيه، مش موضح حبه أو مشاعره بشكل واضح، كل ده لازم يكون بشكل ملموس وبشكل كافي عشان اللي قدامك ما يتكعبلش ويقع. وبيقول كمان شيء مهم قوي، بلاش نخدر مشاعرنا. يعني بلاش مثلا ان انا اقول ده بيقول لي كلام حلو، ده بيخرجني خروجات حلوه، ده مهتم بيا، ده على طول معايا على التليفون، لكن مفيش كلام واضح عن احنا مسمانا ايه، الخطط بتاعتنا المستقبليه ايه. او حتى في شغل، ان تكون مديرك بيثني او بيشكر في شغلك، ولكن ما تكلمش عن عقد، ما تكلمش عن زياده، ما تكلمش عن مسمى وظيفي، انت اسمك ايه هنا او التايتل بتاعك ايه، كل ده اسمه امل كذاب. فبلاش نضيع وقتنا مع اشخاص غير واضحه. للاسف العلاقات اللي دايما ابوابها مواربه، او سوري كلمه عاميه بس هي حقيقيه بتوصف الحاله دي، مسخه او ميعه. للأسف ما تبنيش أبدا أبدا حياة مستقرة أبدا، بتخلي حرام دايما تحس أن أنت ظهرك مش مسنود، مش حاسس بأمان. صح. فدي أول قانون، أو دي حاجة مهمة قوي. بعد كده قانون الألم. الألم يعني هو البين، الوجع. لازم نبقى دايما بنأكد للناس أنه مهم جدا في معادلة الحياة أنك تحس بالألم، وأنه هو جزء لا يتجزأ من الحياة، وأنه دايما عنصر النجاح في المعادلة دي عشان يتحقق لازم تحس بشوية ألم. لكن إزاي هبقى ناجح ومتألم، أو إزاي معيش الألم بكل مرارته وكل مراحله الصعبة؟ بالتجاوز. التجاوز من أقوى السمات اللي الإنسان اتعرف بيها. إنه ما أقدرش أقول على شريف إنسان قوي طول ما هو مش متحمل أو متقبل التجارب بتاعته، أو عارف يتصالح
مع الألم، إزاي بنتجاوز إنه أتعرض للألم بس أقوم بعد كل مرة أنا متألم فيها بإن أنا تجاوزت ده بشغلي بعلاقاتي مع الناس اللي حواليا. النجاح ما بيجيش غير بالاستمرارية، يعني مش مرة وأقول ده أنا عملت حلقة تحفة في العالمين وبس خلاص على كده، ده أنا قريت كتاب يجنن فأنا مثقفة جدا. الاستمرارية مهمة جدا على مداومة النجاح. بمرور الوقت هتتعلم أن الخسائر والدموع والمحن والانكسارات هي بروفا قبل العرض النهائي قدام الناس في كل حاجة. صحيح، ده شيء مهم قوي. القانون اللي بعده قانون الأحكام. قانون الأحكام ده مهم قوي 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 قوي. بنفكر نفسنا قبل أي حد أنه أرجوك ما تحطش نفسك مكان، لازم تحط نفسك مكان الناس، وأنه إحنا مش ملايكة معصومة من الخطأ، وخليك عارف أنه أنت طول ما أنت رجليك على الأرض لا تستبعد أن أنت ممكن يحصل لك إيه، تتفتن، يعني يجي لك إغراء ناحية تجربة معينة أو حاجة معينة، فالحاجة دي الناس ساعتها هتحكم عليك وتنتقدك زي ما أنت يعني سببت لهم ألم بحكمك. ولازم تبقى عارف ان كل اللي انت فيه ده ستر فقط. انت دلوقتي الفرق بينك وبين اي حد انت عرضته للنقد او للسخرية او للحكم انك مستور. وعشان تحافظ على قيمة الستر وعلى الفضيلة الحلوة او النعمة اللي ربنا مديها لك، ارجوك التزم الصمت. مش لازم نعلق على كل حاجة، عادي ينفع نشوف ونتفرج وما نصدرش. وممكن اعلق بدون تجريح، يعني في ساعات انا هعلق على حاجه من غير ما اجرح في حد. ممكن ايه كمان؟ ممكن فقالت انه انت فعلا رصيد الستر انت تقدر تكمل بيه لو ان انت التزمت زي ما انت كنت بتقول الصمت، او انك تقول كلام مش جارح. ولو انت وقعت في نفس دايره الاختبار اللي عايرت بيها غيرك، للاسف هتتجرع نفس الكاس او نفس الحاجه اللي انت عملتها. ده بيحصل لنا كلنا طول الوقت، ده حقيقي. فاحد اسرار الحفاظ على هذا الرصيد المقوله اللي بتقول لك ايه، خليك في حالك. هي حاجه صعبه صح؟ لا صعبة. هي مش صعبه، على هي في حاجات وحاجات. يعني في هقول لك حاجه، انا ساعات بخليني في حالي في حاجات، بس في حاجات ساعات بتمسني انا كشخص، لا مش هخليني، مش هبقى في حالي فيها، هرد. ما هو ده حالك. طبعا ما هو ده حقيقي، فلازم ارد او لازم اواجه او 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 بس هي عنوان الحاجه اللي احنا كنا بنقولها ايه؟ قانون الاحكام. الاحكام. وانت قلتي ان الستر ده مهم جدا، والكاتبه قالت كده صح؟ صحيح. وبشوف حاجه برضو، ان انا دايما بقول يا رب، انا دايما في دعاء كده اقوله على طول على لساني، يقول يا رب استر عليا دنيا واخره. امين 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 يا رب العالمين، علينا كلنا. امين، ده شيء مهم جدا، ان ستر ربنا ده مش هنعرف نعيش من غيره. لا لا خالص، حقيقي هو اللي فعلا عامل لنا كده هاله من الحمايه مهمه جدا. بتقول اخر جمله في الشابتر ده او في الجمله دي القانون الاحكام، انه قل للناس حسنا، وده امر رباني في كل الاديان السماويه، طبطب على الناس بالكلمه الحلوه، يا اما تلتزم الصمت. جبر الخواطر شيء مهم قوي قوي، وليه مردود مرعب في حياتنا. لا هو الحاجه اصلا مجرب ده، لما احنا بنجبر بخاطر بعض، انا مش بستنى حد يجبر بخاطري، بس ربنا بيجبر بخاطري. ايوه، فده الاقوى. وربنا كمان بقى مع الوقت بيخليك تحس ده بسرعه. يعني الرساله بتوصل لك اسرع واسرع، واوقات بيبقى بشكل كمان مضاعف جدا. طبعا ده اكيد. لو مش على ده على طول بيبقى مضاعف. ربنا برضه كريم قوي قوي قوي، مفيش ولا اكرم منه طبعا. طب قبل ما نخش على الشابتر اللي بعده، تعالي نسمع اغنيه. يلا ها، وفاصل ونرجع نكمل. استاذ مسيو مؤمن، هلو. ايوه، كومون فاتو؟ ايه سافان بيير، غششوني. جاهز؟ غششوني. عايز دلوقتي اغنيه الاستاذ محمد رشدي. يلا بينا. يلا وبعديها فاصل. يلا مزيكا. متى اجي
اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، جدال الفرجة والله وبعدك على عيني، متى اشوفك يا غايب عن عيني، جدال الفرجة والله وبعدك على عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، كتل الفرجة والله وبعدك على عيني، ابعت مكاتب 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 شايلالك شوق مننا يا جميل، ابعت مراسيل 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 شايلالك شوق مننا يا جميل، وبلون الحب رسمنا قلوب فوق المناديل فوق المناديل، وحكينا قصصنا واحوالنا قلنا لك ايه اللي جرالنا، قلنا لك يا ما ولا قلت متى حكينا ما بتردش، قلنا لك يا ما ولا قلت متى حكينا ما بتردش، ومتى اشوفك يا غايب عن عيني، جتال الفرجة والله وبعدك على عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، متى اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني، جتال الفرجة والله وبعدك على عيني. ايوه رجعنا لكم مرة تانية مع مثقفة الشارع إناث ثروت اللي منورانا، أهلا وسهلا. أهلا أهلا. فكرينا مرة تانية بالكتاب. كتاب أحوال شخصية جدا للكاتبة منى المتيم. دلوقتي وصلنا لقانون المقادير، بس مش مقادير الأكل، المقادير القدر اللي بيحصل لكل واحد فينا في حاجات كتير. جزء كبير من راحتنا النفسية اللي بيبقى طبعا هو العمود الفقري لحياتنا كلنا هو طبعا إحساسنا بالرضا، وبرضو عشان يكتمل لازم يكون موجود معاه فكرة التقبل. تقبل أوقات كتير إن إحنا مش متوفقين في نقط مهمة في حياتنا، أو تقبل الرفض، نحنا نترفض في شغلنا فتحس ان انت زعلان قوي ازاي وانا عندي خبرة وانا بشتغل على نفسي. اوقات فعلا بنكون اوفر كواليفايد في العلاقات زي الشغل. يعني في ناس ممكن تبقى انت بتحاول تقرب من واحدة وانت شخص يعني ظروفك كويسة ماديا مهنيا اخلاقك حلوة وسمعتك طيبة، بس هي ترفضك فتحس ان انت ايه ده، وتشوف بعد كده حد تاني اقل منك معاها، فيبدأ عندك أسئلة ليه أنا ما تقبلتش، ليه أنا خدت الرفض، أو ليه كذا. فأوقات الناس بتتهز نفسيا من الموضوع ده وثقتها كمان بتتغير، ولكن حقيقي هم اللي بيخافوا من الناس اللي بتبان إنها كاملة أو مثالية. في شخصيات اتولدت تشايني جدا، عندها هالة من الكاريزما والقبول والجذب والنجاح والبشاشة حتى لو ما كانتش بتشتغل على ده. دي ناس أوقات البعض منهم البعض الطرف الثاني يخاف منهم، يقول لك لا انا مش عايز الست المتوهجه دي التشايني قوي، او الراجل والراجل والعكس. فكانت بتقول انه منطقي جدا يكون هنا يعني في حياتنا جزء اقل حظ من حاجات تانية، فلازم تبقى عارف ان اللي احنا وصلنا له في حياتنا شيء لازم نركز عليه. يعني مثلا انا وصلت لجزء مرضي جدا في حياتي المهنيه لكن مش متوفقه في حياتي الشخصيه، ما اقعدش بقى ابص على الحاجه اللي ناقصاني واندب حظي فيها واقول انا قدري وحش، انا نصيبي وحش، انا حظي وحش. طب ما انت متوفقه في الشغل مثلا. هو اصلا نادرا تلاقي حد متوفق في الاثنين. اه يعني قليل قليل قليل. فبيقول مهم قوي ان احنا دايما نبقى عارفين ان وصولنا لابواب الكمال شيء صعب، لانه ده او دي صفه اختصينا بيها رب العالمين، وانه اكيد ربنا كمان ليه حكمه ان يكون دايما في حياتنا شويه نواقص عشان دايما ندعوه فيستجيب لينا. وبتقول كمان ما يحدث لك من مقادير ربانيه بترتيبات محكمه شيء اكبر من انك تشاور عليه بتذمر او برفض، شعورك بالرضا في حد ذاته عباده. صح.
قانون الفرز والتجنيب، تجنيب يعني تجنب الناس او تجنب حاجات معينه، بتقول فيه انه عامل الفرز كل فتره في حياتك شيء مهم جدا، مش شيء فيه نرجسيه او فيه تغير او تكبر على الناس. اوقات كتيره بتفرز الناس اللي حواليك لانه انت يمكن خلاص قناعاتك اتغيرت، مبادئك اتغيرت، شغلك اتغير، او هم اتغيروا احنا الاثنين. وبالمناسبه شيء مهم ان الناس تبقى عارفه انه عشان يدل على حيويه الانسان تغيره، يعني الناس اللي بتقولك انت ازاي اتغيرت، مبادئك، اخلاقك، طباعك، سماتك، هو شيء مهم وملح وضروري ان احنا كل فتره في حياتنا نغير كل اللي احنا قلناه. بس المبادئ ما بتتغيرش. بتتغير وممكن للاحسن. ممكن للاحسن. ممكن للاحسن طبعا، كل شيء للأحش. قابل للتعديل وللتغيير. فالناس حسب التجارب اللي بتحصل لنا ده حقيقي. فبتقول هو شيء مهم جدا ان يفرز لك او يصفي لك الناس الوقت والتجارب، يعني الوقت كفيل انه دايما يرد عليك، والتجارب مهمه قوي انها تفرز لك كل اللمه اللي حواليك. اوقات بنقول ده عشره العمر، ده صاحب مش عارفه مهم قوي في حياتنا لان اتربينا سوا، ولكن لما المواقف والتجارب تغربل الناس ما نتخضش بقى، ما نحكمش بالارقام. احسم علاقاتك بالمواقف والاختبارات الحقيقيه، والدنيا رحله شاقه، فما تتقلهاش وتتعب نفسك اكتر بان انت ما تعرفش تختار ناس احسن. اكمل ناخد قانون تاني ولا وقتنا ماشي؟ قانون بقى لطيف وعجبني قوي اسمه قانون الاستكتار، انه احنا اوقات بنستكتر على نفسنا حاجات كتير قوي. في ناس كده، يعني هو انا الفتره دي ناجح ومبسوط وبخرج ومش عارفه ايه، استكتر بقى على نفسي، فابتدي ان انا اقعد في البيت، اكل كتير، ابتدي اخد عادات مش صحيه، ادخن، اسهر، ابتدي انا كمان استكتر على نفسي وابتدي افصص كل حاجه انا وصلت لها. واوقات التفصيص او التفصيل تفاصيل الكتير تتعكر صفو النجاح او تعكر صفو الحياه الاسريه الحلوه، فانت تبقى مستكتر، ايه ده، هو معقول فلان ده بيحبني؟ فابدا انا انزل من نفسي كتير واضحي كتير عشان فلان ده بيحبني، او ايه ده الشغل ده رقوني، دول زودوا مرتبي، فانا ابذل جهد زياده عن المطلوب مني، فيبقى ساعتها حق مكتسب. صح. فبلاش نستكتر على نفسنا حاجه خالص. انا مش من النوع ده خالص اصلا، يعني ما بستكترش على نفسي حاجه. بيوصل الفايبس او الطاقه بتوصل لما بنبقى مستكترين حد علينا، شغل، رزق، عربيه، اكل، لبس، صحه، بيبان للي قدامنا. ده رزق بتاع ربنا. صحيح. نورتينا. ميرسي. الكتاب ده حلو قوي. حلو. نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا على خير. بشكرك. اتمنى انكم اتبسطتوا النهارده في اربع شارع شريف. نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.